اليوم يحتفلون بمولد من أتى بعد موت أبيه ب4 سنوات، من حاول أخذ مجد المسيح وادعى أنه من عند الله، ولكن في وقت آخر كشف من هو. من شبه النسوة بأنهم كالكلاب السود أو الحمير؟ من صرح بالطلاق وبالمحلل؟ من دعا إلى أن النساء عندما يهجران الفراش تلعنهن الملائكة؟ من قتل بشرا كثيرين بادعاء أنه من عند الله؟ من مص رعاب الحسن والحسين؟ من لم يلغي العبودية وادعى أمام الناس أنه لغى العبودية؟ من خالف القرآن الذي ظن الناس أنه رسالة من عند الله وهو رسوله؟ من أمر بقتل الأعمى وأمر بإرضاع الكبير؟ من لفظ بألفاظ سوقية وسب ولعن؟ من تزوج طفلة عمرها 9 سنوات؟ من عاش مسحورا وحاول الانتحار ومات مسموم؟ من وصفه قبيلة قريش أنه ساحر ومجنون؟ من يشك الناس في نسبه؟ من أتى بعد مولد أبيه؟ لا، بعد موت أبيه ب4 سنوات. من ثبت صوم السابع الحرميون وصامه هو وأهله؟ من شكك في سمعة من حوله؟ من ركب من الزط؟ من حرض على الكراهية؟ من لم يشفع في أمته ولم يشفع في أبوه؟ لا في أمه ولا في أبوه، فكيف سيشفع في أمته؟ من ينادي بتحول الغائط إلى مامونية؟ من صحابته تطاولوا على الله وقالوا، قال أحدهما، لا أضمن مكر الله. من شك في نبوءته لعدم وجود أي معجزة له؟ من أكد كذبه على الله في حديث صحيح؟ من تخصص في كتب النكاح؟ نكاح المرأة والبهيمة والعجوز. من دعا إلى زواج المحارم رغم مخالفته للعهد القديم؟ من كسر العشر وصايا الإلهية التي أعطاها الله لموسى النبي؟ من ادعى أن الأرض على حوت كائنة؟ من لغبط في قوانين علم الأجنة؟ من دعا إلى شرب البعير؟ من دعا إلى ركن الزانية من القردة؟ من ذكر لفظ صبر في كتاب رسالته أكثر من مرة؟ من ادعى أن حجرا نزل من عند الله وأمر أتباعه بعبادته الطواف حوله؟ من أكد على ألوهية السيد المسيح وفي نفس الوقت حاول أخذ مجده؟ ما
من أكد على وراثة الخطية الجبرية وأكد على صليب المسيح. من ابتدى حياته نصرانيا وتزوج سيدة تكبره في السن، ثم تزوج وهو طفلة تظهره في السن بدرجة كبيرة. من أكد على عقيدة التثليث في سورة النساء 171 وسورة مريم 17 وسورة المؤمنون 14 وسورة الحجر 9. من دعاك للطلاق بثلاث ودعاك للصوم ثلاثة أيام عندما تحلف كذبا. من دعاك إلى قول البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وهي ليست مجرد صفات. من قالها صراحة في سورة التوبة أن المسيح يليق به الربوبية مع الله، أي أن المسيح غير منفصل عن الله. من دعا وأكد على صحة الكتاب المقدس ولكن للأسف هو ناقضها ودعا لذلك في سورة العنكبوت 46 وسورة يونس 94 43 47 48 ودعا للتجسد الإلهي في سورة الزمر 67 وسورة الزمر 56 وسورة القلم 42 وسورة القصص 89 وسورة هود 37. من دعا إلى أن الله له صورة الشاب في حديث الشاب الأمرد، رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة بعض قطط في روضة خضراء. من أتباعه من المعتزلة والصوفية أكدوا الحلول الإلهي في الشخص الثاني ولكن ليس حلولا أخرومية، وأحد أفرادهم الحلاج الثقفي. سبحان من أظهر ناسوته سر السن لاهوته الثاقب ثم بدأ في خلقه ظاهرا في سورة الأكل والشارب حتى لقد خلقه عيان خلقه كلحظة الحاجة بالحاجة. من أكد صلب المسيح في سورة مريم والسلام عليها يوم ولدت ويوم أموت ويوم أصحي، سورة آل عمران 55 وسورة المائدة 117. واختلف المفسرون هل مات المسيح أصلا أم لا، ولكن معظمهم وأكثر الاحتمالات أنه مات وقام وبعث، كما يؤكد ذلك سورة الأحقاف 35. أكد على عقيدة الفداء في سورة الصفات 107. أما مكانة المسيح وألوهيته فهي ظاهرة في الرسالة التي يدعي أنها من عند الله في سورة المائدة 110 المسيح الخالق، في سورة آل عمران 49 المسيح المحيي والمسيح العلام الغيوب الزكي الذي بلا خطية، وفي صحيح البخاري قال عن المسيح أنه بلا خطية. ولكن إن هذا الشخص لم يرسل برسالة من الله لأن الله لم يعطيه أي دليل للنبوة، وكل المعجزات التي قلت عنه لم تؤيد أمام أشخاص تروا يروها، كما أنه ولد بعد 4 سنوات وهذا غير طبيعي بالمرة وغير منطقي. شهد على نفسه بالكذب والافتراء عندما شهد بحديث قطع الوتين، والذي يتعارض مع سورة الحاقة من 43 ل 46. إنه كان اسمه معمدا لأنه عمدة، وابتدأ حياته مسيحيا هرطوقيا ولكن انتهت حياة مؤسفة أنه مدعي النبوة، والنتيجة مصيره مثل سورة الأحقاف 9 أنه لا يعلم مصيره، ولكن الحقيقة أن أي نبي كذاب يدعي على الله مصيره من البحيرة المتقدة لكل إبليس وكل جنوده، فاحذروا لأن
الطريق الوحيد للجنة، والسيد المسيح له كل المجد إلهًا.